زي مثلا أعطيكم مثال بسيط، طبعا مش بالضرورة يكون هذا الكلام صحيح نؤمن فيه، فيما يسمى بإنجيل برنابا، هذا ينسب للأناجيل، ينسب أنه هذا من الأناجيل الصحيحة في والمسيحية بيعترفوش فيه. وين اكتشف إنجيل برنابا وشو قصته؟ مش وقتي، مش وقته، وإنما اكتشف في الغرب، هو مش عندنا أصلا. هم بيحاولوا يقولوا المسلمين اللي كتبوه، وأصلا إنجيل برنابا اكتشف في الغرب. طيب إنجيل برنابا لاحظت فيه مثلا من بعض النصوص، يقال في الإنجيل هذا إنه بينما مريم عليها السلام وبعض النساء تبكي بالقرب من المكان اللي زعم إنه دفن فيه المسيح، تبكي على المسيح، فإذا بالمسيح يظهر. هذا في إنجيل برنابا مش فاقر الأناجيل. فإذا بالمسيح يظهر، يظهر لهم، فيغمى على أمه. لما يغمى على أمه بعدين بعد ما تفيق من الإغماء بيبدأ يلومهم. شو يعني يلومهم؟ انتوا صدقتوا عينيكم وكذبتوا اعتقادكم. انا شو كنت اقولكم؟ مش كنت اقولكم لن يصلوني، لن يصلوني وانا معصوم؟ طيب انا معصوم ولن يصلوني، كنت اقدم لكم المعجزات، كنت قايلكم هالمعلومة ولا مش قايلنا؟ طب كيف بتصدقوا عينيكم اني انصلبت؟ طب ما انتوا شفتوني بحيا الموتى، انتبهوا الان، شفتوني بحيا الموتى ببر الهك ما هو الابرص. طب ممكن يشبه لكم واحد على الصليب، كيف صدقتوا عينيكم وكذبتوا اعتقادكم؟ هذا موجود في انجيل برنابا، كلام بهالمعنى، هذا الفحوى.